وبالعودة إلى الغوطة الشرقية نستقبل من جديد الناشط الإعلامي حازم الشامي. حازم، ما هي المعلومات لديك حول المعركة، معركة السيطرة على إدارة المركبات في حرسته؟ نعم، مساء الخير. طبعا في هذه اللحظات المقاتلات الحربية التابعة لقوات النظام السوري وأيضا العدوان الروسي تستهدف الغوطة الشرقية وبالتحديد منطقة حرسته وأيضا محيط إدارة المركبات ومدينة دوما ومديرة. أيضا استهدفت محيط بلدة حموريا وأطراف بلدة حزة بالتزامن مع استهداف مدينة زميلكة وعربين. تحليق مكثف بالتزامن مع شو أن الطيران الحربي الذي كان يحلق في سماء الغوطة الشرقية شهد سبب للطيران الحربي في سماء الغوطة الشرقية. أيضا حصلت مجزرة مروعة منذ قليل في مدينة دوما، والذي أكده الدفاع المدني بسقوط 7 ضحايا بالإضافة إلى شهيد من عناصر الدفاع المدني. الآن تحليق مكثف في الطيران الحربي في سماء الغوطة الشرقية. طبعا ايضا قوات النظام بعد ان ارتكبت المجزره تابعت بالقصف بالمدفعيه الثقيله على مدن وبلدات الغوطه الشرقيه بالتزامن ايضا مع انهدام المعارك في محيط مدينه حرسه. حركه احرار الشام منذ قليل اعلنت عن تدمير دبابه لقوات النظام في محيط اداره المركبات بالتزامن مع او صباح اليوم بعد ان دارت المعارك. كنا نتواجد في داخل اداره المركبات، شهدت تعزيزات لعناصر حركة أحرار الشام وهي تدخل إلى منطقة إدارة المركبات لكي يتم دحر عناصر قوات النظام بشكل كامل من إدارة المركبات، وإلى الآن المعارك لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة في محيط إدارة المركبات. طيب حازم، هل لديك معلومات عن عدد الضحايا سواء في المجزرة التي حصلت بدوما أو عن ضحايا القصف؟ طبعا كما ذكرنا 8 ضحايا سقطوا في مدينة دوما جراء استهداف المقاتلات الحربية للمدينة بالتزامن ايضا مع سقوط 10 الاصابات ان صح التعبير في جميع مدن وبلدات الغوطه الشرقيه، وبالتحديد يعني كما ذكرنا المناطق المستهدفه هي حموريا وايضا حزه ومدينه عربين وزمالكه بالاضافه الى مديره وحرسته وايضا مدينه دوما واطراف المدينه. طبعا لو عدنا قليلا الى معركه اداره المركبات، في اليوم اعلنت حركه احرار الشام عن جاهزيتها لاستقبال اي فصيل عسكري الدخول إلى المعركة لمساندة عناصر حركة أحرار الشام في طيب معركة إدارة حازم، المركبات لو بالإضافة تشرح إلى لنا أنها قليلا ثالثة. عن نعم، الأوضاع الإنسانية لأهالي الغوطة في ظل الحصار والقصف. بالنسبة لأهالي الغوطة الشرقية بكل صراحة الحصار لا زال يخيم على أهالي الغوطة الشرقية، على سكان الغوطة الشرقية، وخاصة بعد إغلاق جميع المعابر المؤدية نحو المناطق السكنية. اليوم الغضب الشعبي لسكان الغوطة الشرقية بعد أن تفاجأ أهالي الغوطة الشرقية بوجود مساعدات لدى قوات النظام في المعارك الدائرة في إدارة المركبات. مستودعات، 10 المستودعات إن صح التعبير متواجدة في إدارة المركبات، شهدت عليه شعار الأمم المتحدة. هذه المواد من المفترض كانت أن تدخل إلى الغوطة الشرقية، لكن الأمم المتحدة اليوم تدعم قوات النظام بدلا من أن تدعم المدنيون المحاصرون. الآن غارة جوية تستهدف الغوطة الشرقية أيضا، بالتحديد استهدفت محيط مدينة حرسته حسب ما وردني الآن. نعم، من الغوطة الشرقية الناشط الإعلامي حازم الشامي، أشكرك جزيل الشكر.